قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدورة الأولى من المعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري المدارس. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتعظيم الاستفادة من قدراتهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة في كافة المجالات. في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتعظيم الاستفادة من قدراتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة بكافة المجالات، قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مدير مدارس، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وتضمنت المراسم تفقد معرض مشاريع التخرج للدارسين بالدورة في إطار رؤية مصر 2030 لتطوير العملية التعليمية. عقب ذلك عرض الموقف التدريبي للدورة وعرض فيلم تسجيلي لمراحل إعداد وتنفيذ الدورة، وكذا استعراض ومناقشة البحث الجماعي والذي تم إعداده بواسطة الخريجين. وألقى أقدم الدارسين كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على ما لمسوه خلال فترة تدريبهم من رعاية واهتمام وما اكتسبوه من مبادئ وخبرات راقية خلال دراستهم بالكلية الحربية. واليوم نحتفل بشرف التخرج من هذا الصرح العريق، مصنع الرجال وعرين الأبطال، الأكاديمية العسكرية المصرية، ونحن نضع على صدورنا وسام الواجب الشرف الوطن نبراساً ومنهاجاً لعملنا، لنمضي حاملين على عاتقنا أمانة خدمة هذا الوطن بتفان وإخلاص. تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة وتكريم أوائل الخريجين وتوزيع شهادات التخرج. وألقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كلمة أشار خلالها إلى أهمية تلك الدورات. إحنا الثورات الصناعية سواء الرابعة زي ما أولادنا عرضوا والخمسة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تطوير التعليم أصبح أمر حتمي وليس رفاهية. وعلشان كده فخامة السيد الرئيس في 2018 أطلق استراتيجية بناء الإنسان المصري من جامعة القاهرة، وبدعم القيادة السياسية للتعليم وإيمانها القوي بأن التعليم أمن قومي لوجود لإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية في المستقبل، ده أمر ليس بسيط. فبجد شكرا جزيلا للقيادة السياسية ولفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن هو يحضر ويقابلكم ويكلف الأكاديمية العسكرية وجامعة حلوان، وإن احنا نعد مجموعة من المديرين العصريين بقى بالمعنى الحقيقي والانضباط وتحمل المسؤولية. ده كلام كتير هنعمله مع بعض إن شاء الله، فده فرصة عظيمة ما حصلتش قبل كده. كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيا لهم التوفيق في مجال عملهم، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث نظم الإعداد والتأهيل ليتوافق مع التطوير المستمر الذي تشهده نظم التعليم العالمية بما يعود بالنفع على الدارسين. احنا اتشرفنا ان احنا سيادة الرئيس جه وزارنا وسمع مننا كل اللي احنا كنا عايزين نقوله سواء قبل ما جينا وبعد ما دخلنا، وان شاء الله احنا بنطمن سيادته ان احنا يعني ان احنا فعلا هنكون قد المكان اللي احنا دخلناه وطلعنا منه، ان احنا فعلا هنشرف بلدنا ونكون تحت شرف خدمة البلد دي في اي مكان وفي اي وقت، ان احنا هنعلى بجودة التعليم المصري، انه ثقة سيادته اللي اتحطت فينا كمبادرة الالف مدير مدرسة احنا قدها. بعد كده قدرنا عملنا معايشة 6 شهور في الكلية الحربية، قدرنا من خلالها نكتسب اللياقة مش البدنية بس، النفسية والصحية، وتعلمنا حاجات كتير جدا وخدنا خلفية كبيرة عن العسكرية اللي احنا من خلالها هنقدر نطبق كل المفاهيم اللي احنا تعلمناها هنا في مدرستنا. بمعنى ان انا النهاردة هصحى الساعة 5 الفجر اقدر اروح مدرستي بدري، ده هنعكس التزام وانضباط وحضور على الطلبة قبل المعلمين، هيبقى فيه قيادة مثالية موجودة في المدرسة، وهو الهدف من وجودنا هنا
ان احنا نبقى نقطه انطلاقه لتطوير التعليم المصري. الكليه الحربيه احنا لما دخلناها عرفنا ان احنا حياتنا فيها حاجات قسمين، قسم عسكري والتاني القسم التاني التربوي. في اخر لقاء للرئيس السيسي على فكره هو قال انا دخلت الناس دي مش علشان اعمل لهم عسكره خالص، ودي حقيقه، لا هو فعلا كان بينمي مهارات وقدرات، لا كان الناس دور الاكاديميه هنا كان دور مشرف جدا جدا، جابت لنا افضل الاساتذه اللي درسوا لنا مواد تحول رقمي، تكنولوجي، تنميه مستدامه، مسؤوليه اجتماعيه، حاجات كلنا نفخر ان احنا نثقل مهاراتنا ونثقل قدراتنا بيها. احنا ما كناش متخيلين ان احنا هنوصل بعد 180 يوم للوضع ده، بس احنا راجعين بقوه، راجعين علشان نغير التعليم فعلا، لازم يتغير لان بدايه تطور مصر هي بدايه من التطور التعليمي. حضر مراسم التخرج اللواء اركان حرب خالد احمد شوقي مساعد وزير الدفاع، والاستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعه حلوان وعميد كليه التربيه بجامعه حلوان، وعدد من قاده وضباط القوات المسلحه، وعدد من مسؤولي وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني.